من حضرتك دايما يعني كان كنت متضايق شويه من ماتشين، يمكن فاركو وماتش المحله. في ماتش النهارده برضو لو دخلت في الموضوع طول عن ماتش الزمالك النهارده، كان في اداء، كان في اداء طبعا حلو طبعا. وحاجات ممتعه. كلمني حضرتك بقى اكتر عن الماتش بص ده. انت طبعا كراجل زملكاوي بتتضايق اما فرقتك ما تبقاش كويسه، ده وضع طبيعي. انت راجل عايز فرقتك تأدي وتكسب ويبقى في روح كويسه. النهارده يمكن الوضع اختلف، النهارده مثلا كسبنا 3-1. سيبك من الاهداف اللي جبناها، زي ما انت قلت في اداء في روح. كاردرون ما استفادش من اول 3 ماتشات، الاول ماتش اللي تعادلناه، وبعد كده مع انبي، وبعد كده خسرتين من فاركو ومن المحله. يمكن استفدنا من ماتش النهارده بعيدا عن النتيجه كمان. يعني انا النهارده مثلا في عوده الثقه لبعض اللعيبه، دي حاجه مهمه بالنسبه لي. يعني مثلا واحد زي اوباما، عبد الله جمعه، سيسي ونجم كانوا النهارده مميزين. طبعا عبد الشافي في حته تاني خالص، متميز جدا يعني، هو وعبد الغني والناس اللي بتلعب النهارده. استفدت من الناشئين اللي عندك. يعني انا عجبني جدا النهارده محمد طارق، انا طبعا متابعه في قطاع الناشئين. هو ده مكانه الاصلي، هو باك اصلا رايت؟ اصلا باك رايت ما يعني سمعتش من هو ديفندر. صغير. لا هو بس كان زمان باك رايت ولعيب كويس ومميز. النهارده ادى اداء كويس جدا. ماجد هاني، احمد زكي ما نزل الباك شمال، سيف جعفر، حسام اشرف، معظم اللعيبه يعني لعبت ناشئين. انت ايه لعبهم في توقيت كويس، انت كسبان، جبت جونين بدري في الشوط الاولاني، ازاي ما عندكش اي ضغوط غير الماتشات اللي قبل كده كنت بتنزل الناشئين وهم مضغوطين وانت خسران وانت وحش، معظم اللعيبه وحش. يمكن النهارده مثلا كان اوباما مميز، لان اوباما عمرك ما تستغنى عنه. انا انا مقتنع بقول تماما. للناس يعني دايما اللي بتهاجم اوباما، اوباما احسن لعيب رقم 10 من وجهه نظري الشخصيه في الوقت الحالي في في مصر الوقت من في وجهة نظري طبعا. برضه. هو ساعات مثلا الكره ما بتبقاش ماشيه معاه، بس لا غنى عنه اوباما. يعني النهارده عجبني عبد الله جمعه جدا. معلش كابتن، قبل ما تروح لعبد الله جمعه، اتفضل. عشان اوباما، عشان اكد كلام حضرتك، حضرتك فعلا كابتن تاكيدا لكلامك، شوف كل المدربين الاجانب اللي جم مسكوا ما نادي عادش الزمالك. لا اجنبي ولا مصري كان بيقعده، لان لعيب محوري، لعيب مميز جدا. هو بيبقى عنده شويه دلع بس بسيط، لان هو اللعيب المهاري كده ما عندوش وسط، لا اما مستوى عالي قوي لا اما ما تلاقيش مستوى. يعني لما اوباما بيبقى كويس تعرف ان اوباما ممكن يكسبك، اوباما لو مش كويس هتلاقي اوباما يعني مش مستوى خالص. فانت استفدت النهارده، استفدت طبعا ايه الناشئين الموجودين بعوده الثقه لبعض اللعيبه، فدي حاجه كويسه. والمدير الفني كاردرون ابتدى يعرف هو هيحتاج مين ومش هيحتاج مين في ماتشات الدوري. احنا عندنا سكواد كويس، بس برضك البدايل كانت لازم تاخد فرصه في المباريات دي عشان تثبت نفسها. في منهم ثبت نفسهم وفي منهم لسه مستواهم ما جاش. نتمنى في ماتش جاي كمان، اخر ماتش ان شاء الله مع الجيش يوم الثلاث، نتمنى برضك يبقى في دفع برضك بالناشئين. واتمنى يركز كاردرون، ودي نصيحه منه، على الظهير الايمن محمد طارق، ده هيبقى لعيب كويس قوي. انا حسيت النهارده ان هو راجل مجتهد جدا، وبعدين فاهم عارف واجبات مركزه ومجهوده كويس، رغم انه طبعا السن الطبيعي لازم يكون طبعا مجهوده كويس، طبعا. بس مش هايب الموقف. بس خلي بالك برضك من السن، برضك الصغير ده بيبقى الضغوط عليه قويه، لان اول مره يلعب، وان في ناس كتير هجمت الناشئين بتوع نادي الزمالك، وده كان غلط طبعا لان الناشئين ما خدوش فرص. النهارده يمكن لما ابتديت تظبط، يعني انا دايما كنت اقول ايه، يا ريت عشان تدفع بناشئ ادفع في كل خط. يعني في خط الدفاع زي النهارده عملت، رحت حاطط ايه محمد طارق، خط الوسط رحت ايه حاطط ماجد هاني لعيب كويس برضه في نص الملعب. ما تدفعش بيهم مره واحده. والنهارده يعني ساعدوهم ان الفرقه كانت كويسه والمكسب كان بدري، فاللعيبه الماتش بالنسبه لها كان يعني ايه مش صعب قوي. عجبني فطبعا برضو عواد يا كابتن. عواد طبعا، عواد بقى له 3 4 ماتشات، يعني الاربع ماتشات، يعني حتى الماتشات اللي احنا خسرنا فيها صح، يطلع نجم المباراه. وعبد الشافي لازم عبشافي. نشيد على عبد الشافي. عبد الشافي النهارده بيلعب سرد باك بقى له ماتشين، اكنه حافظ المكان، يعني لعيب جوكر صراحه. وحضرتك شايفه حل حلو ان الراجل يفكر في عبد الشافي في الحته دي؟ ما هو ما عندكش حد، انت ما عندكش غير محمد عبد الغني الونش ومحمود علاء بعد كده في يعني. الونش ومحمود علاء، بس ما اعتقدش، لان هيبقى عندك الونش ومحمود علاء وعبد الغني بس الثلاثه هيبقى الرابع مين؟ اعتقد عبد الشافي ممكن، دلوقتي اللي عمله ده الراجل بيجهز لكده. لان عبد الشافي لعيب كوره، فممكن يأدي في الحته دي وباقل مجهود، هي لانه دي، بيلعب بفكره. هي دي يا كابتن. بيلعب بفكره. المناط في، انت عارف في مراكز في الملعب بتبقى محتاجه واحد ما يغلطش اخطاء ساذجه، يبقى وحافظ وقفته مهمه. وحافظ ايوه الوقفه، وحافظ وعنده رؤيه كويسه وبيعرف يتحرك، فطبعا وقائد وما يخافش وقائد وخبره. عبد الشافي طبعا نتمنى ليه التوفيق. يعني عبد الشافي من اللعيبه اللي انا بحترمهم جدا في نادي الزمالك. بعدين اقول لحضرتك حاجه، لو الراجل حتى ما فكرش في عبد الشافي بالشكل ده، خد بالك هتلاعب مين باك ليفت؟ هتخسر واحد من اثنين، لا يا بس فتوح
يا عبد الله جمعه يا عبد الشافي. ففعلا ممكن تبقى في وقت ما تعديله انك تلعب مثلا بعبد الشافي لو احتاجته، انت عايز تعمل روتيشن للونش تريح. ممكن تلعب عبد الشافي وتحط قدامه فتوح في ماتشات، مفيش مشكله. ممكن تلعب ثلاثه في وقت واحد كده، مفيش مشكله خالص، لان عندك الاسكواد كويس. لو ناحيه الشمال ده بالذات يعني زي ما انت قلت، فتوح، عبد الله جمعه، عبد الشافي، في احمد زكي لعيب كويس برده، كل نازل لعيب كويس. الناحيه الثانيه برده هتلاقي حازم، هتلاقي المسلوسي، محمد طارق يبتدي يخش، يبقى عندك مفاضله. انا احب المدير الفني ايه يبقى في منافسه كده، لاعب مين ومين الاحسن، وما يخليش اللعيب الاساسي يفتكر ان هو اساسي على طول ومكانه محجوز. لازم حد يعفر وراه كده، لازم يحسسه لا انا وراك انا جاي.